بيحيي الهضبة عمرو دياب النهارده حفل جماهيري كبير بمنطقة ويمبلي في لندن، واللي من المنتظر انه يحضره عدد كبير جدا من عشاق الفنان الكبير. والشركة المنظمة للحفل عملت دعاية كبيرة جدا وقالوا انه في يوم الأحد 28 أكتوبر سيهز عمرو دياب حامل الرقم القياسي العالمي في موسوعة جينيس والفنان الأكثر مبيعا في الشرق الأوسط والفائز بجائزة الموسيقى العالمية بسبع أضعاف ذا سي أرينا ويمبلي في لندن. وطبعا يعني أكيد عشاقه من المصريين والعرب أو حتى من محبي موسيقى عمرو دياب هيكونوا حاضرين إن شاء الله.